تتجه أنظار الأمريكيين والعالم إلى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث المناظرة المرتقبة بين مرشحي السباق إلى البيت الأبيض الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، والتي ستستضيفها شبكة ABC نيوز. منافسة شرسة يخوضها المرشحان وسط استثمار لكل محاولات جذب المرشحين في مختلف القضايا التي تهم الأمريكيين والنخب السياسية. توقعات عديدة بأن تكون تلك المناظرة هي الأكثر سخونة وشراسة في تاريخ المناظرات الأمريكية، وسيتم بثها على نطاق واسع عبر شاشات التلفزيون الأمريكي والعالمي بطبيعة الحال. ووفقا لقواعد المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة، يتم فرض حدود زمنية صارمة، ويمنح كل مرشح دقيقتين كحد أقصى للإجابة على أسئلة المشرفين. ودقيقتين أخريين لتفنيد حجج المنافس. ومن أبرز القواعد التي جرى العمل بها مؤخرا هي كتم مكبرات الصوت أو الميكروفونات لكل مرشح خلال إجابة منافسه. وهي النقطة التي كانت محل سجال واسع خلال التحضيرات للمناظرة. فما القصة؟ قبل 4 سنوات اتخذت الجهات المنظمة للمناظرات قرارا بكتم مكبرة الصوت بعد أن شابت المناظرة الأولى بين المرشحين آنذاك جو بايدن ودونالد ترامب تراشقات ومقاطعات وألفاظ غير لائقة. ويعتبر تشغيل مكبرة الصوت خلال المناظرات السياسية أمرا مؤثرا بشكل كبير على النقاش السياسي والمواقف التي يعبر عنها المرشحون. فعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يزيد من تواصل المرشحين مع الجمهور، إلا أنه قد يشكل نقمة عليهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام، بينما يعمل غلق مكبرات الصوت على ضبط إيقاع المناظرة وانضباطها ومنع أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر. المرشحة كامالا هاريس أرادت أن تضع تحديا أمام ترامب وطالبت بتشغيل مكبرات الصوت طوال فترة المناظرة، وذلك من منطلق الشفافية والتواصل الفعال، وهو ما رفضته حملة ترامب. الأمر الذي دفع هاريس إلى القول إن فريق ترامب لا يثق به ويخشى أن يتفوه بعبارات غير مسؤولة خلال فترات إجابة المرشح المنافس، فكيف يمكن للشعب الأمريكي أن يثق به؟ وبعد جدال استمر طويلا، رضخت هاريس أخيرا إلى قرار المشرفين على المناظرة بكتم الميكروفونات خلال صمت المرشح المنافس. 90 دقيقة ينتظرها العالم ستحدد بشكل ما اتجاه الرأي العام الأمريكي للاختيار بين رئيس سابق اشتهر بتصريحات نارية وبمواقف، أو كاميلا هاريس نائبة الرئيس التي ربما تصنع التاريخ لتكون أول سيدة تحكم الولايات المتحدة. Otherwise, I'm speaking.